تاكل من النور وكيعطي صفر فقط، وكان غادي يعني في يعني غادي هجمه ممتده، يعني تاكل من النور راه غادي تكون حمراء ما فيها لا هذه لا قانون واضح، تنعطي صفر وتنجي عند ذاك اللاعب اللي هو طيح ناض هزوه خرج برا قال لي لا ملي جابوا لك هذيك طلع فيها، ممكن الحكم يكون عنده الحق ولكن يوريني عطي انذار شفهي واش ما كاينش هادشي. راه كاين الناس كولين راه كيضحك لاعب ما كتيضحك وكذا وكذا، ولكن ملي قال لك شوف فتي الحدود عاد تيجمع الدراري هذو خاص تمشي معاهم. دار واحد الغلط اللي هو بسيط كتنبهو انت مع السلام عليكم مع السلام هاك هاك دوزيام ميتون شوفوا شحال ديال الانذارات حكينا جوج ديال البطاقات حمراء عاد الخصم سجل علينا جوج اهداف كنا رابحين كنا شادين الماتش. دوزيام ميتون كلشي تقلب الاداء ديال اللاعبين ديالنا بطبيعه الحال غيتاثر مع طرد اللاعب وطرد المدرب. المدرب اقسم بالله العظيم الى طرد ظلم ماذا بالحكم واحد السيد كان لابس واحد الكسوه تانق قال لي راه ضربني ضرب القرعه ضرب حدايا الناس راه تتفرج وكاين الكاميرات الى غادي نضرب كره برجلي راه عادي راه العاف تير لاعب هذا تسيتو تيضرب كره برجلو تيزيد كاين المشكل واش بهذه الدرجه كتلقى السبب باش يعني ويخرج الحكم غادي خارجين وكاينين الشهود اكثر من 10 ديال الناس شاهدين مستعدين يدلوا بالشهاده ديالهم. واحد الكلمه اللي تقالت حشومه وعيب وعار حشومه وعيب وعار فريق رجع بني ملال اليوم تعرض للظلم ديال التحكيم كان الظلم ديال التحكيم اليوم بين عين بين ما حنا جينا من الاول جينا بغينا نلعبوا الكره وتحت لينا فرصه وسجلنا وشدوا لاعبين الكره ما رجعناش للور حنا رجعنا بيمينه ما دخلش تخرج لعب الكره عندناش مشكل وجا لي الماتشات وما رجع بيمينه غيقول الكلمه ديالو ولكن كنتمنى انه حتى هاد الوليدات هاد الحكام هادو خصهم حتى هما اللي يراقبهم باش حتى هما من الاخطاء كيتبين باش يتعلموا ماشي غير المدرب راه حنا باقيين يلاه بادين حنا في التدريب ما تعاونوناش علاش ضرب قرعه باش ديال الماء واحده يا 20 قرعه في رجلي ملي تمارك عليا البيت درت القرعه في رجليا عيط ليها شي جراد ضرب قرعه وجات حدايا ما توشاتوش وهاد الكاميرات كاينين للاسف. خليونا نلعبوا كره زوينه حنا ما بغيناش نجيو غدا نلقاو وراه كل واحد غياخد التقليد ديالو راه كاين كنتمنى من اللجنه ديال التاديب انه تاخذ الفيديو وتشوف هادشي اللي قلت واش ماشي صحيح ولا لا وهادشي اللي دار الحكم راه مستعدين وكاين مسؤول في الجامعه حاضر اليوم في اللجنه ديال حاضر وسمع هذاك بل يعني ماشي سمع بل قال الحكم حشومه عليك بهذه الهضره حشومه عليك تنطق بهذه الكلمه تسب فيها الناس. حنا ما بغيناش نتسابوا شريف حنا بغينا نلعبوا خويا الكره ممكن نغلط فوق نجي في الاخر تسامحوا ولكن ما خليتي ما تسامح بقيتي علينا بقيتي يعني هاد لي زافيرتيسمون هاك 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 تولينا حنا خازرين في كاين مشكل الكره فيها خسران ولا بعد ولكن اليوم اللي تفرج في الماتش راه ما يقولش رجاء بلي ملي خسرت رجعني بلا لعبة الكرة ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي مع احتراماتي للحكام ولكن رشتانا ما بين المستوى العالي اللي فيه المسؤولين ديالنا يعني بفضل السياسة الرشيدة ديال سيدنا وهادشي اللي تيوقع حنا في المباريات بحال هكا والأخطاء اللي تتوقع ولكن اللي صعيب هو أن تنجيو لعند المدربين تمشيو على القرار اللي قال هذاك المنظوم هذاك المنظوم ما غلطش اللي تيقول لهم ضرب قرعه وجات فيا شو القرعه جات حداك ولا جات فيك كيفاش انا تصدمت خلي لك كاين شي اسئله ربما راه قلت كلشي وقع لا حسبنا الله عليكم. السلام عليكم عادل بالقاضي راديو مارس رضوان كنا بينك حنا كنشوفوا شي حوايج ولكن طبيعه الحال الا ما عرفناش شنو اللونغاج اللي دار ما بينك وبين الارضيت ولا حتى المندوب حنا اللي شفناه انه الارضيت ديال المساعد عيط الارضيت سونتر قال لي شي حاجه جبت الصفرا من بعد شنو اللونغاج اللي دار حتى جبت الصفرا الثانيه والكلمه اللي هضرت عليها تقال واش قالت يعني في ديك الساعات ولا من وراء الماتش. والسؤال الثاني ديالي هو سؤال نزول في كابل خاطر سؤال ماشي باش السؤال هو ماذا اللي عيط على الحكام ماشي المندوب المراقب ماشي هو اللي عيط الحكام وقال لي اجي راه المدرب ضرب قرعه وجات فيا حتى انا ما غنضربوش القرعه علاش بيني وبينه غنضربو انا نقابل مع ماتش
ضربت بحال هكا قرعه صغيره ماشي شي ضربت، راه كاينه كاين الكاميرا كاين كلشي وناخذوها نزوميو ونشوفوها. فاذا به الحكم ديال التوش اللي كان لاعب في الجهه ديال الجهه اللي كان فيها الكرسي احتياط الكوكب مراكش هو اللي جا عند الحكم وقال لي اجي وهذاك راه دار هذاك اجت عندو قلت له شنو؟ قال لي قلت له لا حول ولا قوه الا بالله والله الا عيب عليك ظلمتيني هكا بحال. قلت لي علاش؟ غير قول لي علاش؟ قال لي راك ضربتي القرعه والمندوب جات فيه. هذا هو اللوغاز لا حتى قلت لي بان الاربيت قال ملي خرجنا من الجهه الخارجي ربما كتعرف الجمهور يعني بعض الناس كانوا تما اخذوه حشومة عليك عيب عليك درتي لينا فعلتي لينا حرمتي لينا كذا. كانت واحد انا راه ديري ديريكت كانت واحد فعلة او كلام اللي قال كانت ردة الفعل خيب وحشومة وما تقالش لانها ما خصهاش تقال هذيك الكلمة تما فين كانت ردة الفعل. انا دخت اقسم بالله على عادي ما وصلناش لهذا الشيء باش نبداو نقولوا بحال هكا يعني للاسف حكام كان غادي مزيان الشوط الثاني شي انا ما كنقولش تنكب عليه كل شيء انا تحمل مسؤوليتي في الهزيمه ولكن ماشي بهذا الطريق. اللاعب ديالي انا تعرض للاصابه وتجبد لي الحمراء حق قال لا كان يدير هنا ما كانش يدير هنا دوي معاه سير معاه شويه انت جبتي لي حمراء درت انا حسود ملي تمارك انا به درت راه قدامي لحتها اقسم بالله ميبا واحد 3 متر كتجي كيجي عندك الحكم لا كيجي تقول لك راه هذاك الكورس راه ضرب هذا ولا اخر اللي يهمني ما يمكن ما دواش منه ماشي زعما جيت عند قلت له قلت له لين فريد جات القرعه جات فك درت هذا بالعالي انا راني عايش مع الماتش وهذا وانت مريح بعد يعني ما كاينش ديك سوء النيه ما كايناش انني انا واش انا غادي نروح نجي للدار انا جاي نخدمو المستوى ديالنا في الخدمه راه تيبان الحمد لله في ارضيه الميدان فهمتي وين كي لكم تقولوا تكذبوا لي يقول لي لا ما عندكمش فرقه هادشي فرقه رابحين وتحكمين في المباراه ولعبين كره نقيه فاذا بيتي تجي بعض الاحداث متسلسله هي اللي اثرت على نتيجه المباراه. رضوان انا السؤال الثاني ديالي هو يعني هادشي كله اللي قلتيه وهذه التفاصيل كامله نقدروا نطرحوا السؤال علاش هذا الاربيط غادي معاكم انتم هكا في نظرك انت علاش يعني سعدي الحنفي غادي اليوم غادي يتصب بني بلاد باش يخرج على البصره وملاحظه اخرى عندي شنو كيفاش حسيتي ولا رده الفعل ديالك ملي جا داك البيلاتي وراه؟ لا لا بيلاتي عادي ممكن يضيع ممكن عادي مشى الكرو يضرب الكره ضربت في القائمه ورجعت ما كاينش مشكل ما كاين مشكل الكره راه هي راه روبرتو باشو راه في لاكوب دي موند راه مشى ضرب وراه ممكن هنا كره قال لك ما عرفتش ناوي العمل ما عرفتش دار فيها شي قصه هذه هي الكره ما يمكنش نيلو باللاعب ديال الحضيه ضربه جزاء نهار جديده في تيرانا في ملعبنا كنا جاتنا ضربه جزاء يمكن لينا نكونوا رابحين بواحد زيرو ضيعنا ضربه الجزاء وجات حتى لاخر دقيقه تمارك علينا بنت عادي بالحريه ديال الجمهور صفق علينا عجباته الفرقه كاينه فرقه راه جبت 26 لاعب اللي استخدمنا 26 لاعب راه ما تماش ثلاثة أربعة الماتشات حنا ماشي كنتهربوا. اما اللي قلتي لي ديال الحكام علاش زعما الحكام غير قصدكم علاش ما نقولوش علاش الحكم حتى هو ماشي بشر ما تيغلطش دار اخطاء خصو تصلح من الاخطاء حنا ما تنقولوش راه دار لينا حيت هو عنده نيه مبيته ولا انه هو لا انا قلت غير ظلمنا غير تصرف بعض القرارات ظلمنا ظلم لي انا وظلم اللاعب اللي عطى الحمراء واثر داكشي اثر على نتيجه المباراه مساله عاديه غادي نخرج نتكلم خصني ندافع على الفريق ديالي الا ما جيتش ندوي على الفريق ديالي سمح لي غدا الدو يقول لك وقفوا الهلالي ربعه الماتشات ولا خمسه الماتشات علاش؟ الظلم ما تيبغيش الله عطيونا لي فيديو اللي كاينين ونشوفوا شنو الامور اللي وقعت حنا تظلمنا اليوم ماشي تنقول تظلمنا حكا حيت باغي نبرر الهزيمه لا ما كناش نهزموا حنا والدليل ناقصين وبجوج حمرات لي زافيرتيسمون الاخطاء اللي دار الحكم والاخطاء وارده في كره القدم وجات ضربه جزاء وكون سجنا كنا غادي نتعادلوا ونخرجوا متعادلين تسعه اللعابه والمدرب مطرود لاعب مطرود لعابه كاملين يعني شتي كلهم على الاعصاب ديالهم هادشي واش هادشي عادي؟ لا حنا ماشي دابا كنجيو حكام راه غلط حيت عندو نيه مبيته لا لا ابدا انا ما كنشكش فيه داك الشيء ما كنمشيش كاع داك الجهه غير تنقول الحكم بحال اللاعب ممكن يدير طاكل يخلط كياخذ حمراء كاين الحكم حتى هو كيدير واحد الخطا تيغلط فيه عطيتي هذاك التو عطيتيني انا حمراء مثلا علاش؟
حيت هذاك لابي ديالتوش اصلا بعيد منك وهذاك المندوب حنايا، علاش المندوب ما قالش لك مشى قال لك هذاك جابك عندي؟ قلت لي علاش ولدي بحال هكا مشي حشومه عليك عيب عليك؟ قال قلت له خصني بالله الا ظلمتيني قسما بالله وهذا الشيء راه عيب وحشومه وعار بحال هكا ديال الهضره اللي قلت لي. سؤال اخر اخوان. السلام عليكم، محمد بولاطار جريده الانتفاضه. رضوان في التحليل ديالك المباراه قلتي بانه لعبت الشوط الاول ممتاز، هذا شفناه، شفنا الشوط الثاني مغاير، شفنا واحد الانهيار شويه في اللياقه البدنيه، شفنا رضوان متعصب بزاف حتى الشوط الثاني، واش ما كتشوفوش بان هذاك التعصب ديالكم داز لرجل اللعابه واثر عليهم وهذا هو اللي خلاكم تخسروا المباراه من غير الحكم؟ لا انت مشيتي بعيد ودرتي دوره كبيره وعقول اني شنو ديريكتور ما كاين لها ديال زعما داك العصر شريف اللي كيلعب كره خصو يكون راجل تقول لك رينتا انت كتلعب على واحد توني دخل تقاتل ما قادش تلعب دوز تريح الله سالينا. شكرا شكرا. كتسنى عقوبه رضوان من وراء؟ ايه شوف انا والله العظيم ما عنديش مشكل، انا عارف راسي شتي انا لو اي حاجه ندير شي تصرف اقسم بالله نخرج ونقول انا درت واحد الغلط اعتذر من السيد الحكم ولكم انتم واسع النظر ديروا اللي عجبكم، ولكن اقسم بالله العلي العظيم ما غلطت في حقه ولا قلنا له شي كلمه ولا قلنا له العيب، كلمه العيب ما قلتهاش لي، حاجه واحده اللي قلت لي اقسم بالله الا ظلمتيني حشومه عليك عيب بحال حشومه عليكم علي ظلمتونا بحال واش هذه حتى هي هي ناخذوا عليها ولا تيقول لي الحكم الرابع تيقول لك اودي الله يخليك بلا ما صافي لا لا المهم سمحوا لينا الاخوان شكرا شكرا شكرا. انتظار رضوان الحين المدرب نادي الكوكب المراكشي حلقة ندوة باش انتم تتبعين انا المباراة خرجت بهدفين مقابل هدف واحد لصالح نادي الكوكب المراكشي، المقابلة اللي كانت تقريبا متكافئة بين الفريقين لا نادي الكوكب المراكشي ولا رجاء بني ملال. كما سمعتوا بان رضوان مدرب رجاء بني ملال تيقول بانه لكن خرج بواحد الحمراء عطى الحكام حمراء خرجوا مثيرا لانه ضرب واحد القرعه برجليه داكشي علاش عطى حمراء، وتيقول بان هذا كان ظلم كان ظلم لان المباراه تيقول بان كما قال مدرب رجاء بني ملال انه تظلموا بزاف في هذه المباراه هذه، كان لهم الضغط كبير لانه المباراه تظلموا فيها بزاف من طرف الحكم. احنا الان في انتظار تصريح ديال سي رضوان الحمر مدرب نادي الكوكب المراكشي. هذا اللي غادي يوقفوا
والله سيدي لا جمهور هذاك السيد كان بيو بسم الله صحافي كي بيو حق الله الى جمهور بصار باش في الستاف ملك مهدي ليف لورونس والله ما عقلت عليه كي دير راسو شايب قال لي هذاك السيد قال بوين قلت لي لا عندنا جوج من صات الصحافه راه كاينه في هنا وحده هذاك الصحافي قال لك والله سيدي لا جمهور قلت والله يا سيدي متوتبينا احنا كنا كنا في المباراه اللي جمعت بين نادي الكوكب المراكشي ونظري رجاء بن ملال المقابله اللي خرجت بهدفين مقابل هدف لصالح نادي الكوكب المراكشي. وكما سمعنا دابا في التصريح ديال زردوان مدرب رجاء بن ملال انه تيقول بان كان واحد الظلم وظلم كبير من طرف الحكم. أول الظلم هو اللي كان يهضر عليه بأنه أعطاه بطاقة حمراء خرجوا من الملعب لأن المدرب ديال نادي رجاء بن ملال ضرب واحد القرعة برجليه. هذا الشيء علاش تيعتبر بأن هذه حمراء وهذا ظلم وبأنهم تظلموا في هذا الماتش بزاف. وهما كانوا سباقين الهدف الأول من بعد نادي الكوكب المراكشي تسجل الهدف التعادل. ومن بعد كان الهدف الثاني لصالح نادي الكوكب المراكشي هدف الفوز. وكذلك في الشوط الثاني كما شفنا بان كانت ضربه جزاء لفائده لصالح نادي رجاء بن ملال اللي كانت ضربه ضائعه. دائما احنا في انتظار صريح رضوان الحمر مدرب نادي الكوكب المراكشي. حضور مدرب نادي الكوكب المراكشي رضوان الحمر هذا اللحظة هذه قراءة يزير قراءة هو المبار اكوتش ضعفيتي في هاد المره هادشي ايوا لا ما حيت خرج صحابي كلشي يا طاجي انا راسي 93 عاد 83 في الاستاسيون سالت بهدفين مقابل واحد لصالح نادي الكوكب المراكشي. كي يلقاو العظمى ما تيخرجش فلوس دائما تلقى ماشي كيما كتهضر معاه
تبقى بحالنا شاري ديني فهمتش باخت عارف احيانا شو ثاني يمكن كان واحد خطاب يعني كان قصعت على دري شويه شحال هذه ما قصعتش عليهم اليوم ابو موه ياك ضيعنا الخواري دخلنا في الماتش شويه خرجنا من الماتش تبنا اخطاء على الاقل لعبوا ديك النفس تقريبا على الاقل ديروا ديك التدقيق وقت في الخطاب ديالي كنت صارم جدا لان يمكن شحال اللي قلتهم كاع ما عرفتش انا اللي كتبع ما كنكون غالب لان سيرتو كنشكي العالم ما كيتقاتلش معايا وما كيتقاتلش غير التوني يعني الشوط الاول من بعد شفت لنا هدف صافي خرجنا من المباراه النهائيه انا كتعرف بعينك انا الهدف خدر الشتر في الكونسيدون الحمد لله الشوط الثاني الداري دراج كانوا يعني كانوا صعوبة الروح حاولنا بحثنا كانوا محاولات سيطرنا خلقنا محاولات رغم ان الفريق الخصم كان كيضيع الوقت بزاف يعني تسجيل هدف الحارس يطيح المدافع يطيح تضيع كتضيع فرصة كيطيح كيطيح السنة الريجل ولكن كانت رغبة ديالنا الحمد لله كانت رغبة كبيرة باش نفوزو الشوط الثاني كانت فيه الروح كانت فيه الفرص رغم ان كان علينا واحد الضغط يعني ضغط والتفكير ما كانش في المباراة في الشوط الأول هذا هو اللي يعني هذا هو السيناريو بالنسبة للمباراة غير وانا اللي فرحني هما اللاعبين انهم يعني في الشوط الأول كانوا انتصروا وكانوا مأمنين الانتصار حتى شفتوا التعادل وجاو عندي فاش كان داك المشكل ديال فاش توقعت المباراة واحد ثلاثة دقائق ولا أربعة جاو عندي قالوا لي ان شاء الله غادي نربح يعني سجلوا هدف وقالوا غنسجلوا وهذا شيء مفرح بوريت ابو العمر انت الغريب اروان اش ماذا تشوف بان التشبك ديالك بعض الاختيارات اللي دائما تيستغلوها الخصوم هو اللي كان يضيع لنا اليوم الانتصار خصوصا ان تابعنا ماتش وداد فاس نفس السيناريو تعاود اخر يوم كان نفس السيناريو غادي تعاود فاليوم لولا الحظ اللي وقف الى جانب الكوب في مقابله اليوم لان اليوم شفنا صراحه اللاعبين شبه غائبين يمكن في الشوط الثاني من بعد التغييرات 13 شفنا السباقه ولكن اليوم الكوكب لم يكن مطمئنا واش هما الاسباب اللي خلوا الفرقه اليوم واخا كاين سبب تبعك اول شيء الشوط الاول دخلنا المباراه ولكن درنا خطا وتسجيل عندنا بريد خدم لودوتش باسكو صار حقيقه كاين لاعبين درنا بعض التغييرات وكاين اصابات راه يمكن تزاول الشوش حنا راه ماشي سيتي غادي يضيعوا اربعه اللعابه غادي تقدر تعوضهم ولا شي فريق كبير تركيبة بشرية شي تركيبة غبية جدا بعض الأحيان تكون لاعب اللي عنده تجربة كزوير الشاوش لقينا يعني فاش مشى ملعبش ثلاث مباريتين أو ثلاث مباريات لقينا مشكل في وسط الميدان ديال لا ترونزيسيون ديال اللاعب اللي كيدير الزيادة العددية ثم كان إصابة ديال الظهير الأيمن فاسوخ اللي كيعطينا حلول بعض الأحيان كاينه اصابه كبيره باش ولاد يسجل ثلاثه الاهداف وصار لينا ولعب دقينا ليه البرد باش لعب تخرج كان خاص نلعب لان كان لاعب وتفاقمنا في الاصابه لان اليوم غير يعني بحال غير درب حصتين وجا باش يعني كونفوكينا باش يلعب معنا المباراه كاين لاعبين كيدوزو في الباساج ديال ولكن لو دوبلور ديالهم حتى هما يا كتكون اصابه يا تتكون ماشي في ديك الفورم يعني ان شاء الله تمنوا بعض اللاعبين اللي كيدوزو باساج بين خصهم يرجعوا لان بعض الاحيان تيكون لك العاب اللي خص اللاعبين تيدوزو مرحله فراغ تمنى ان شاء الله ما تقطوش هاد مرحله الفراغ لان كما قلت لك كيكونوا ستة اون فور وخصها ما كيكونوش اون فور تتاثر على اللاعب ديال الفريق دابا حنا بدينا من الفوق مباراه جيده في مباراه متوسطه في مباراه متوسطه في مباراه غادي خصنا نورمال نمشيو يعني بروغريسيف حنا هنا يمكن بحال واش العيا لاعبين باساج بي كاين ديالنا مستوى 100% ماشي هو هذا وما عارف ماشي هو هذا حيت الا دار 100% بحال الماتش الاول كل لعبنا بحال انت التحفيز هذا جديد كان كلشي في ذاك لافريشور ديك اللياقه البدنيه في طريقه اللاعب في طريقه السيرجع والله ما درب حنا شي فرقه ولكن ما عارف باساج بي ديالنا مشكله انا ديما تنقلب كاين مشكل مادي مشكل عاوتاني حتى هو يطرح نفسه نعم لان اللاعب المغربي اللي كتبقى توعد فيه ما كتجيش ماشي ما كيجيش واحد الناس دايرين شفتهم
الأحيان كيكونوا تأخيرات، كيكونوا الناس كيديروا الشهد ديالهم ولكن ما كيتوصلوش بواحد يعني السيولة المادية، وكتكون موعود ملي كتوعد اللاعب المرة الأولى والثانية والثالثة وهذوك السيولة المادية ما جاتش، اللاعب ما تيقول لك أنا ماشي شغلي هنا، أنا وعدتني في الأول والثاني خصني نتخلص هنا، اللاعب كيتوعد واحد الشهر ونص ما كياخدش لا لي بريم لا لي ترونش داك الشيء، شوية ما تيكون حتى هو تيقاسم، رغم أن تنقول أن فلوس كتاخذ ما تاخذ، ولكن ملي كتجيك شغل ملي كتوعدني هذا تيكون عليك، من تم شي واحد كتوعد وما كتلفوش بعد داك الشيء تيكون مرام ما تيكونش اللاعب ما تيكونش مرام مزيان. حمزة متعقل يا مهرج كوتش، واش ما كتشوفش أن الحكم ساهم في فوز الكوكب خصوصا في أحد ديال كوتش الأهلي قال أن الحكم تسبب في مجزرة تحكيمية اليوم في المباراة، من رأيكم في الأداء التحكيمي وهل ساهم هل كنتم محتاجون للحكم الفوز؟ شوف حنا راه شوف اخطاء تحكيميه يعني كاينه سيرت القسم الوطني الثاني ولا في الكويت لان ما كاينش فار اللي غادي يساعدو، ولكن حنا مثلا في خريبدا راه داك اللاعب خصو يدير الكاف في دابا صغار، عرفتي كيفاش دابا صغار خصو هو يدير الكاف في المرمى الماتش، ما خديناش بينالتي صافي هنا، واش كنتي الحكم يعطيك بينالتي في الدقه 93 خصك راه بان لي ان الحق ديال الفريق من ناري خداه وحنا حقنا خديناه، إذا قال لك شي حاجة تعطات وما عرفت نروح أنا الناس كانوا كيديروا لوكس بعض الأحيان تيبغوا يديروا داك لونتيجور، ولكن الحكم بان لي حكم مزيان ممتاز باش شي حاجة كان خصو يعطيها مع تما ديالنا عاونا عليها كبينالتي ولا خطأ ولا عطانا شي حاجة ما كايناش شي أونس ولا أونش ولا تسلل ولا عطى الخصم يعني حرمو من شي حاجة، أنا بان لي اللي عنده شي حاجة خداها شي حاجه اخرى بعض الاحيان انا ما بان لي والو، انا والله العظيم الا شفت حكم دار مباراه كبيره ما يعني بقاش عطانا جيبو لنا الفيديو انت تعطونا انا شوفوا الفيديو واش عطانا شي بينالتي عطانا شي كوفره ديك كارطون رجل يعني كتستحق، لان تلاعب اللي كتقول لي خرج ما تيبغيش يخرج تقول لك ما بغيتش الحكم وتضيع في الوقت، هو عم عارف هو الحكم هو عارف يعني راك تضيعتي هو دار القانون اللاعب ولي بغى حساب القانون داك الشيء باين حتى دابا المراقب هاد القرار ديال النقطه مزيانه الحكم على هو غير لان الحكم ما عطانا فهمتي يعني ما كاينش هاد الشيء كون ما تعطاش ضربه جزاء في الوقت نقول له عنده الحق لانه كان دفع، ولكن الحكم ما شغلوش 94 95 فريق مستقبل قال لك ضربه جزاء واش قلت اكثر من هادشي رضوان كان اليوم عطيتي بزاف ديال التبريرات لهذا الاداء في الوقيته اللي الفريق راه منتصر واخد ثلاث نقاط، عطيتينا اليوم بزاف ديال التبريرات الاصابات الشوط الاول الوقت كونسونتراسيون، ولكن ما مخلصينش ما عرفتش عطينا التفاصيل ديال شكون اللي خاصهم هاد اللعبه شكون اللي ما مخلصينش، لان هو شوف اسمح لي رضوان حسيت فيها بحال اللعبه بين قوسين ما نضربوش ولكن شويه ديال الشونطاج ما تخلصنيش راه ما غاديش خصني حتى المدرب يدخل يغوت عليا ما بين الشوطين عاد العاد كنت انا شي شويه ما زويناش بحال الفريق بحال الكوكب مراكش. شوف انا لاعب يلعب ما بغاش يلعب الا خلي واحد اخر يلعب، ولكن اللعب ما تيبينش راه واخا ملي كتهضر معاه، ولكن التكتيك راه واضح من التكتيك مثلا من الناس ماشي الناس بعض الاحيان كيكونوا معاونين على شي سهوله كتقول لي مثلا عندك مثلا داك الشيء الساحقه القديمه ولي طونش ديالو اللاعب اش كيدير بعض الاحيان تيقول لك راه غتجي لواحد الملحق تبارك الله كيدير لها بروغرام شويه كتشوف كيقول لك راه باقي ما كاين والو ما كاين تاخير شويه بعض الاحيان يعني تلعب بعض الاحيان كاين شي تاخير حتى في الامور يعني باش توصل من يعني من كياخذ واحد البروسيدور داك الشيء ديال البنك كتقول مثلا لعاب كتقول لي راه غادي تاخذ السالير ديالي تيجي تلقى واحد 15 يوم هو باقي ما داش السالير هو السالير هذا كاين مشكل كان عندها مشكل مادي اش الشيء سيدي يقول لك مثلا خويا هاد الشهر ما تاخذ والو حتى الشهر، ولكن الوعد العام ماشي يقول لك دابا العام تقول لك انا توعدت المره الاولى والثانيه والثالثه وما داز لي والو واش فهمتي ولا لا، هذا راه تيأثر واخا المغربي راه تيأثر ماشي قلت لك ما باغيش يلعب لك قلت لك سيشيكمون اللاعب ملي كتكون كيبقى كيكون عنده وعود ما كيتوصلش يعني ما هي مرة ما هي جوج ما هي ثلاثة خويا عادي تتأثر، أنا عارف اللاعب المغربي لاعب حساس يعني مورانو
ماشي قوي، ماشي ما عندوش ديك الشخصيه قويه. بعض الاحيان شي حوايج اللي كياثروا عليه ومنهم هاد المساله اللي كل مره تيقول لي غادي نتخلص ما تيتخلصش، تخلص ما تخلصش. بعض الاحيان تقول لك، تقول لك مثلا انا رابح بريمير باقي ما خدتش الثمن حق ديال المباراه مثلا. يقول لك انا ما انا نورمالمون كتكون لاعب مثلا على السعود خصك مثلا تقول لك خصك كل مباراه تعطيني من الحديد. يعني كاين هادشي حنا بعض الاحيان يعني تنحلوا كلشي لان اللعيب تنوجدو ولكن ما تعطينيش داكشي اللي بغينا فهمتي. رغم انتصرتي ولكن داكشي اللي بغيتي ماشي هو هذا. يعني كتلقى خصك تقلب عشتك، واش التدريب مكتفى، واش ما كاينش لا فريشور، واش ما كاينش كومينيكاسيون، واش لا يمكنش. بعض الاحيان يعني انت كتقلب على السيدة واش تتمنى هذا هو اللي كاين. اما اللاعب اللي بغى يلعب ما بغاش يلعب ولكن واحد اخر يلعب شي اللي كاين. شكرا سي بون.